نعرف تفاصيل أكتر عن يعني هذه اللعبة واهتمام وزارة الشباب والرياضة بها من خلال الدكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة المركزية للنشأة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يعني عاوزين نعرف تفاصيل بقى من حضرتك، إيه هي لعبة الكبادي تحديدا، وليه أصبح عندنا اهتمام بتعليمها ونشرها أو نشر ثقافة لعبة الكبادي ما بين ولادنا في المدارس؟ اولا خليني اشكركم على التقرير الجميل جدا اللي انتوا عاملينه. يعني انتوا اديتوا تعريف كامل فعلا عن اللعبه. انا دكتوره وفاء موسى، مدير عام الاداره العامه للتنشئه المدرسيه. نعم. دي اداره مركزيه لتنميه النشء، ودي وكيل وزاره استاذ جيهان حنفي. احنا تبنينا مشروع رياضه الكبادي وبدانا نعممه. احنا اداره منوط بيها العمل داخل المدارس او لتلاميذ وتلميذات مدارس جمهوريه مصر العربيه. مفهوم. بنشتغل مع المرحلة السنية تحت ال 18 سنة. رياضة الكبادي رياضة زي ما سمعنا في التقرير رياضة شعبية جدا في الهند. بدأت في مصر وبدأ يكون عندنا اتحاد مصري للكبادي 2017-2018، فهي لعبة ناشئة في مصر. وبالتالي احنا كان واجبنا في وزارة الشباب والرياضة وبناء على توجيهات وتعليمات دكتور أشرف صبحي بتبني كل الألعاب الجديدة ان احنا نعمل على نشر وتوسيع قاعدة الممارسة بتاعتها. من هنا جه اختيار لعبة الكبادي. ليه في المدارس؟ عشان زي ما قلت لحضرتك احنا طبيعة شغل الإدارة جوه المدارس مترجتين المرحلة السنية 11 و12 سنة. لأن بداية البطولات داخل الاتحاد المصري للكبادي من 13 سنة. طيب دكتور وفاء، يعني خليني أسأل حضرتك إشمعنى هذه الرياضة تحديدا؟ في البعض يقول مثلا احنا بنتكلم على أنها خليط بين أو مزيج بين الرجبي الأقرب زي بتقال عليه أمريكان فوتبول أو كرة القدم الأمريكية والمصارعة، فهي لعبة يعني إلى حد ما فيها نوع من أنواع خلينا نقول العنف، أو يعني محتاجة قوة بدنية عالية، وفي نفس الوقت في كل رياضة بتبقى من دورها أو بيبقى ليها حاجة أو صفة معينة بتعلمها طبعا للشخص اللي بيلعب أو بيمارس هذه الرياضة. إشمعنى رياضة الكبادي؟ يعني هذه الرياضة إيه الأثر اللي بتتركه في نفس الشخص اللي بيمارسها؟ خليني أصلح مفهوم. هو فعلا المفهوم اللي ساد عن لعبة الكبادي إن هي لعبة عنيفة. لا، هي ما فيهاش أي نوع من أنواع العنف، حتى الاحتكاك اللي بيحصل هو مجرد إنه بيكون مجرد لمس. يعني هي بتتلعب من فرقتين، بيطلع لاعب مهاجم بيروح للفرقة الثانية اللي هي في نص الملعب الثاني اللي هو بيسمى الفريق المدافع، بيحاول ياخد نقط. بياخد نقط عن طريق حاجتين، إما إنه بيلمس اللاعب لمس فقط دون إيذائه، وبالعكس إنه هو لو أذى الولد أو لمس بطريقة فيها إيذاء ليه بيقع عليه هو نقط وبيتحسب للنقط للفريق. إذن فهي مش رياضة عنيفة حسب المفهوم؟ لا لا خالص، هي مش رياضة عنيفة بالمرة. طيب اللعبة دي يا فندم زي ما سألت حضرتك، هي يعني إشمعنى اخترتوا رياضة الكبادي؟ يعني في رياضات منتشرة في العالم كله بتكون ألعاب أو رياضات شعبية في مختلف أنحاء العالم، إشمعنى هذه الرياضة تحديدا؟ والله هو يعني مصر متسعة لجميع الرياضات، وفي ناس كتير جدا بتجتهد لان هي تكتشف بعض الالعاب وتنشرها وتدخلها. فدكتور اسامه سعيد رئيس الاتحاد المصري للكبادي من 2017 او 2016 وهو بدا جاب اللعبه دي، كان اعتقد في الهند او في جات له دعوه، جات دعوه من الاتحاد الهندي للكبادي وحضر واقتنع باللعبه وبدا ينشر اللعبه في مصر وبدا ان هو ياسس اتحاد كبادي. دورنا احنا كوزاره الشباب، او احنا ليه كوزاره الشباب اخترنا نساند لعبه الكبادي؟ لان زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا قطاع البطوله اللي هو بيشتغل مع الاتحادات والمنافسه، وعند وفي ادارات بتسعى الى توسيع قاعده الممارسه ونشر الالعاب. فبما ان هي لعبه لسه مش معروفه قوي لدى المجتمع المصري، فاحنا فكرنا ان احنا نشوف لعبه يعني ما تكونش واخده شعبيه. فكره التعميم ونشر الثقافه وبدانا نتبناها. نعم، التعميم ونشر الثقافه، وفكره ان حاجه حلوه اللي احنا يعني نعلم ولادنا واخواتنا في المدارس الرياضه بشكل عام ايا ما كان نوع هذه الرياضه والمسميات. لكن هدف رئيسي من تواجدكم في المدارس هو نشر الثقافة ودعم الاتحاد المصري للكبادي بعناصر متميزة. إزاي ده بيحصل بقى؟ أولاً المشروع لما كوناه في لجنة فنية مكلفة من الاتحاد المصري للكبادي هي اللي بتتابع
مع لجنه وزاره الشباب والرياضه الاداء يعني. نعم. تم انتقاء المشروع، تم عمله على مرحلتين، مرحله الانتقاء وكانت اللجنتين سواسيه فيها مع بعض مع مديريات الشباب والرياضه. نعم. وبالمناسبه هي مش بس في محافظه الدقهليه، احنا تم الاختيار لسبع محافظات كبدايه. نعم. للمشروع. نعم. منهم محافظه الدقهليه، الشرقيه، الغربيه، بورسعيد، المنوفيه، القليوبيه. المشروع شغال في السبع محافظات. اللجنة الفنية للاتحاد هي اللي حطت الاختبارات اللي بيتم عليها الاختيار بناء على عناصر اللياقة البدنية اللي محتاجاها اللعبة. يعني احنا طبعا هي اللي تنتقي العناصر اللي ممكن بعد كده تضمها وتغذي بيها المنتخب الوطني للكبادي في مصر. نعم، يعني احنا بنشكر حضرتك دكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة المركزية للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، ويا رب يبقى عندنا عناصر متميزة نقدر اللي احنا ندخل بيها للبطولات العالمية بإذن الله في لعبة الكبادي.